الحريه دي خلتهم يلخبطوا الدين كله، وطبعا دايرين يردوا الغرب عشان اليهود والنصارى يتكيفوا منهم. ابراهيم منير ده قائد التنظيم الدولي للاخوان المسلمين في العالم، اسمه ابراهيم منير، هو المرشد، وكان اظن نائب المرشد في العالم كله. ابراهيم منير ده عمل لقاء مع جماعه مارب بريطانيين، المهم خواجات الكفار بيستهتروا به لانه عارفين انه ملكلك، بيسالوا اها بعدين الجنس كيف؟ لو مسكتوا الدوله في الاسلام حيكون في جنس ولا ما في؟ والانسان حر، انه يعني معناه الجنس يعني يزني، حر ولا حتسوي شنو؟ قاعد يتلولو. قال حسب المجتمع اللي احنا فيه. وبعد ذاك سالوه برضه من الدين والحريه بتاعت الاعتقاد وغيره، لكلكه كلها. شغل مقطع رقم 3. Just how free a society you all want. I'm going to ask you a yes no question. If the answer is yes, it doesn't need more explanation. If it's no, I'll be grateful for it. Do you accept that in sexuality an individual is entitled to a private life which the law should not interfere with? Sandos? Yes. Dr. Mazmouni? Yes. Yes. Dr. Al-Sakrisi? يعني اختياراته من حيث الحياة الجنسية في حياته الخاصة. الإنسان حر، الله سبحانه وتعالى أعطاه الحرية في أن يفعل الأشياء، لأن الله هو اللي حيحاسبه. إنما أقول مرة أخرى إنه أي مجتمع في إطار المجتمع الذي يعيش فيه، المجتمع الذي يحدد هذه كل سلوكيات الإنسان. في حاجة ثانية هل معنى ذلك انه ليس الانسان الخيار في الحريه الجنسيه او الجنسيه؟ حر فيما يشاء في كل شيء. No, I said that everyone is free to do what he wants. But if some of the people, a minority, want to be non-believers or want to be gay, how will the Sharia treat them? لكن اذا كانت تشوف ان الناس حتى لو صغير يريد ان يكون شاذ او ان يكون ملحد، فكيف انتم تعملون؟ الشريعه فيها نص قراني نزل انه للانسان من حقه ان يكفر او لا يكفر، ان يؤمن بان فيه وجود اله او لا يؤمن بوجود اله. هذا اقصى ما يمكن ان تفعله الشريعه، ان اكون في مجتمع مسلم ولا اؤمن ان في اله، انا حر في ذلك. فانت وليس من حق الحاكم حتى لو كان مسلما أو من حق المجتمع أن يجبره أنه يؤمن بالإله. ده بترجم له، ده بترجم لإبراهيم منير اللي قاعد جنبه ده، حيتكلم بعد شوية. بيقول له زول ده قال كده، أشوف ذاك بيرد بقول شنو. ده رئيس الإخوان المسلمين في العالم، بيسموه المرشد العام. شوف زول ده مجرم كيف. المجتمع الحق في الاختيار، يعني اختياراته من حيث الحياة الجنسية في حياته. الحياة الجنسية عن الزنا. ما لانه ما سالوا من الشيء الحلال، يعني مع زوجته تسوي شنو؟ ده ما بيسال منه عاقل، لا خواجه لا كافر لا مسلم، بيسالوا من الشغل الثاني. شوف ده بيرد بقول شنو، بدل ما يقول له حرام بنص القران وده ديننا بنعتز به، ده رئيس الاخوان المسلمين. شوف بيقول شنو. اول كلمه قال الانسان الله تعالى اعطاه الحريه، اها بعد ذاك أي مجتمع في إطار المجتمع الذي يعيش فيه، المجتمع الذي يحدد هذه كل سلوكيات الإنسان. أعوذ بالله، بدل ما حرام يعني، قال في كل مجتمع في إطار المجتمع الذي يعيش فيه، المجتمع هو الذي يحدد شنو؟ موضوع الجنس والزنا. يعني المجتمع لو قال ما في مشكلة يبقى ما في مشكلة، وده موضوع عام، ما زنا براو، الجنس ده عام، زنا لواط كله. في رأي الأخوان المسلمين إنه حسب المجتمع، ما حسب ما جاء في القرآن ولا حسب ما قال الله، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لا 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 لا، ولا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكما قال في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله أو أن يضع نطفته في رحم لا يحل له. ده الدين وده منهج الأخوان المسلمين.
ده رئيسهم في العالم يا اخواننا. والكلام ده بيقوله للكفار بيعكس لهم ديننا نحن، ده ديننا، ديننا ما فيه مشكلة تزني تعمل لواط في ديننا بتاع الاخوان، في دينه بتاع الاخوان المسلمين ما فيه مشكلة. وكأنه يقول للخواجة في ديننا ما فيه مشكلة حسب المجتمع. واصل النقطة الثانية سألوا منها. عصروا الخواجة، عصروا، مع انه كلامه الاول واضح الاخوان انه اباحة الجنسية دي، الحرية الجنسية، قام عصروا تاني الخواجة. شوف دي قاعدة وخذها، قدر ما تبقى لي مع الكفار واهل البدع قدر ما بيضغطوك زيادة، قدر ما اغلصت عليهم وقويت بدينك وعزيت باسلامك قدر ما يخافوا منك ويحترموك في نفس الوقت. عشان كده ربنا قال، ربنا قال كده، ربنا قال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وشنو جاهدهم ده موضوع، لكن في ثاني موضوع واغلظ عليهم والله يحترموك ويتاثروا بدينك ذاته يعرفوك صادق، لكن تقعد تتلولو زي المستهبل ده. اذا كان زعيم الجماعه في العالم زول مستهبل يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الباقين كيف؟ باقيهم رمم. عشان كده لما جاء الحبر قبل ما نتم المقطع، الحبر ده زعيم الاخوان المسلمين في البلد دي، شفت كيف؟ حبر يوسف نور الدايم كان زعيمهم، سالوا في جريده الاحداث، انا لقطها من الشارع سنه 2008 نظفت منها الوسخ خطيتها ودي قاعده لحد الليل، ودي الجريده دي الاصل. قال شنو في الصفحه، في الصفحه كم؟ صفحة الأحداث، جريدة الأحداث الصفحة 5، قالوا له هل لك في الغناء؟ ما ناس فشلة ودبي حزنة واللواط، هذا حيكون كيف ده الكبير؟ نشوف الصغير قال شنو؟ داك دولي وده محلي. قال له هل لك في الغناء؟ قال أسمع الغناء. المفروض كان بس يسكت. قال وتعجبني أغاني الحقيبة وهي فيها من الشعر الفصيح وقوة المعنى ما فيها مثل أغنية، والله يا ريته ما قالها، مثل أغنية ولع جمر قلبي الحي يا زهرة ربوع الحي. أخوان الله شغالة ذات عجيبة خلاص. واصل المقطع ده. Want to be non-believers or want to be gay? How will Sharia keep us in this heaven or arm of the Philistine? And then Hattar al-Sarir, who is going to be Shahazar, I'm going to be a Muhammad. شوف 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 الخواجة ذاته نجيط كيف؟ كافر نجيط في كفره. قال له الحرية بتاعت العقيدة وكذا، قال له مثل أن يكون الإنسان ملحد. اختار له أكعب حاجة في الكفر وكله كعب، أو يكون شاذ. يعني بتاع اللواط. أها نشوف زولنا قال شنو؟ الشريعة فيها نص قرآني مثل أنه للإنسان للمقتل أن يكفر. أعوذ بالله. انتوا سامعين الكلام ده يا جماعه؟ ده قال له يكون ملحد ويكون شاذ ويكون كده، ده رد له وقال له في الشريعه فيها نص انه الانسان ممكن شنو؟ يكفر. طيب ليه بقى في حد الرده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وربنا قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. كيف الشريعة قالت لك أكفر؟